بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. انا نوى مقلب من قناه نوى فوق. ان شاء الله النهارده هنعمل طريقه سهله وطريقه جميله للمايونيز، اسهل من كده مش هتلاقي يعني، مش هنحط في بيض ولا هنحط في اي حاجه. يلا نسمي الله ونبدا نشوف هنعمله ازاي. هنا بقى يا حبايبي جهزنا كل الحاجات علشان نشتغل. ان شاء الله النهارده هنعمل المايونيز باسهل طريقه ممكن تعمليها، مش هنحط في بيض ولا هنحط في اي حاجه عشان طبعا بنخاف من البيض الني. احنا حطينا في الخلاط ايه؟ حطينا نص كوبايه لبن بايت في التلاجة ساقع جدا، حطينا عليه معلقه ملح ليمون، معلقه صغيره ملح ليمون، ومعلقه صغيره سكر، ومعلقه صغيره ملح، وهنحط كمان معلقتين خل، ما تكتريش عشان ايه ما يمزس. وهنضرب الحاجات دي كلها مع بعضها، يبقى اللبن ساق، حطينا عليه معلقة ملح ليمون، معلقة ملح، معلقة سكر، ومعلقتين خل، وضربناهم مع بعض. هنا بقى ازازة بيت الزيت حطيناها في حاجة بس اللي هي بسبوس، كوباية الزيت دي برضو بايتة في التلاجة، ونزلنا والخلاط شغال. سرسوب زي ما حضراتكم شايفين كده، سرسوب بسيط خالص والخلاط شغال. ولاحظوا بقى الخليط وهو بيتقل، السر هنا في ايه؟ في اللبن الساقع جدا والزيت الساقع جدا، بيتين الاتنين في التلاجة عشان تعرف ايه، عشان يديكي نتيجة كويسة لازم تكون الاتنين بيتين في التلاجة من امبارح ساقعين جدا. تكون في حاجة كده لها بسبوسة علشان نعرف ننزل من الفتحة الصغيرة بتاعة غطا الخلاط، من الغطا الصغير بتاع الخلاط. ركوا الكاميرا هتدخل في جوه الخلاط، شايفين هو شغال على طول اهو، شايفين حضراتكم شفتوا اتقل ازاي؟ يعني ما شاء الله عليه يعني. وهنشوف تاني، هنضرب تاني عشان يتقل تاني. كل ما بنضرب كل ما بيتقل، يعني اهو شايفين اهو، يعني اهو ضربنا كمان مرة. احلى مايونيز هتكون ان شاء الله، وحاجة هتبقى من يعني من الاخر، ومش هتشتري ان شاء الله مايونيز تاني. انت عارفين حضراتكم ان انا من الناس اللي بحب اعمل كل حاجة في البيت، يعني بفضل اجرب ده وده وده لحد ما اوصل للنتيجة ترضيني في الاخر. شايفين حضراتكم كمية، وشايفين هو نزل من الخلاط تقيل ازاي، ولسه يعني لسه كمان ما اتحط في التلاجة هيتقل عن كده، يعني ابيض زي القشطة اهوت ما شاء الله عليه. تركوا الكمية ما شاء الله، يعني هتشتروها من بره بالشيء الفلاني دي. هنجيب معلقة كده ونشوف القوام، هو لسه نزل من الخلاط، لسه متحطش في التلاجة خالص. ما شاء الله جميل. ان شاء الله المايونيز يعجبكم. شايفين القوام، شايفين ناعم ازاي. ان شاء الله المايونيز يعجبكم، وتعملوا لي لايك وشير، وتشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.